بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث الآن عن الـ Input-Output Statements. كيف ممكن ندخل بيانات from the keyboard؟ كيف ممكن نخرج بيانات على الشاشة، نتائج العمليات؟ لأنه برنامج كنا مكون من Input, Processing, Output. هلا بدي أعرف كيف أعمل Input، كيف بدي أعمل Output، كيف بدي أخرج نتائج العمليات اللي عملتها داخل برنامجي، وكيف بدي أدخل بيانات للبرنامج مشان أجري العمليات المختلفة. إذا بنهاية هذه المحاضرة أتوقع أن نصل إلى تعريف كيفية كتابة الـ Input Statement، وكيف بدنا نتعلم كيف نكتب أو نخرج النتائج. I mean how to get an output. The console is the basic interface for computers. And it is normally the set composed by the keyboard and the screen. وبالتالي أنا بدي أدخل من الكيبورد البيانات المختلفة وبدي أطلع النتائج على الشاشة على السكرين. So how to input the data from the keyboard and how to output the result of computation on screen. In the IO stream C++ library, we have standard input-output operations for a program and supported by data streams. اللي هي CN for input و Cout for output. وبالتالي في داخل الـ library اللي هي الـ IO stream في عنا two functions اسمها CN مشان عملية الإدخال و function Cout مشان الـ output. إذن لإدخال بيانات بدي أستخدم الـ function CN ولإخراج النتائج بدي أستخدم الـ Cout. إذا هناك أمرين أو بدي أستخدمهم اللي هي CN والCout. خلينا نشوف الآن الأوتبوت. إذا the Cout stream is used in conjunction with overloaded operator. I mean pair of less than. بستخدم هذه مع الCout. مثال بقول له Cout less than output stay sentence in between double quote. وبالتالي هذه الجملة لو حطيتها في داخل برنامج رح تطبع لي الايش؟ رح تطبع لي output sentence. ماشي، راح تطبع لي الـ output sentence. في عنا cout less than 120 سيميكولن. هلا هذه شو بتطبع لي؟ القيمة 120، يعني بتطبع لي اياها الـ 120، قيمة الـ 120 على الشاشة. cout less than x، شو معناتها هاي؟ بتطبع قيمة x في variable اسمه x، بتكون أنت معرفه ومعطيه قيم، بيطبع لك القيمة على الشاشة. So هذه الـ less than بنسميها الـ insertion operator. إذا cout بستخدم الـ insertion operator، الـ variable or a constant. الـ constant can be in numeral 120 or can be literals like as a string. Then the following two statements are very different. بدك تنتبه يعني لما بتقول cout insertion operator hello، هاد بتطبع لك قيمة hello على الشاشة. لكن لما تقول لك cout insertion hello is a variable. هو hello is a variable
وبالتالي بيطبع لك قيمة الفاريبل حلو، لكن هون بيطبع لك كلمة حلو. ليش؟ لأنه بتوين دبل كوت، فبدك تميز بين الحلو هون بس تقوله between inverted comma double quoted sorry والحلو هون بدون double quote. لما تحط double quote معناته بدك تطبع whatever اللي في داخل بين ال double quote، لكن حلو هون is a variable وبالتالي قيمتها. هلا في ال insertion operator less than we can use it more than once in the same statement. بقدر استخدمها اكثر من مره في داخل السين. مثلا اقول له سي اوت انسرشن اوبريتور هلو كوما بعمل دبل كود انسرشن اوبريتور اي ام ليس ذان ليس ذان او انسرشن اوبريتور اكون السي بلس بلس سنتنس. فبالتالي هذه الجمله شو بتطبع لك؟ هلو اي ام سي بلس بلس سنتنس اون ذا سكرين بتطبع لك اياها. وبالتالي انا بدل ما اكتب كل واحد على السطر هون بطبع لي اياهم ورا بعض او بطبعهم على نفس السطر بهذا الشكل. الانبوت سي ان الانبوت it handles the standard input C++. طبعا بستخدم الاوفرلودد اوبريتور اوف اكستراكشن اكستراكشن اوبريتور اللي هي greater than greater than on the CN stream. وبالتالي لان هذه الاكستراكشن اوبريتور اللي هي عباره less than انا بستخدمها مشان ادخال بيانات. طب وين بدي ادخلها؟ في داخل فيريبل. اذا هذه لازم يتبعها شو؟ هذه لازم يتبعها عمليا فيريبل، لانه انا بدي ادخل في داخل فيريبل قيم معينه. مثلا لما تقول integer age ال age هنا صار variable من نوع integer. فلما تقول cn extraction operator age معناته بدك بيطلب منك راح يطلب منك على ادخال بيانات from the keyboard اللي هي ادخال قيمة ال age. إذا cn statement used to enter data from the keyboard into main memory. طبعا انا وين في الميموري؟ انتو ميموري لوكيشن، والميموري لوكيشن انا بكون مسميها as a variable. اذا any program containing a cn or c out must have الهاجد include ال IO stream. لازم تكون بهذا الشكل، otherwise ما بيعطيك عليها error cn و c out. ليش؟ لانه cn و c out هي موجودة في داخل الـ library IO stream. وبالتالي in order to find CN و Cout من داخل الـ library هاي لازم تقول له في بداية أول البرنامج هاش include الـ IO stream. وبالتالي بإمكاني أنا في داخل الـ CN أقول له CN الـ var 1 extraction var 1 extraction var 2 هكذا extraction var n، يعني بجملة واحدة بقدر أدخلها. وبس var 1 وvar 2 وvar n لازم تكون معرفة قبل ما إنك تكتب هذه الجملة، otherwise بعطيك عليها error. لازم تعرفها لأنه هو بدك تعرف مواقع تخزيني مشان تحط فيها القيم. مثال لما تقول له integer x، إذا عرفت موقع تخزيني اسمه x سميته x cn x extraction x. وبالتالي هون cn extraction x معناته أنا بدي أدخل قيمة في داخل x. وبالتالي يعني أنا لو عندي هلا برنامج في عندي برنامج وفي عندي هذه الجمل، هلا هذه هي المين ميموري على اعتبار هذه هي المين ميموري ماشي،
وأنا بدي أنفذ الجملة had sorry integer x اللي هي بدي أنفذ هذه الجملة. هذه الجملة لما بدي أنفذها شو بده يصير عندي؟ بدي أنا كأنه أقول له في عندي هنا متغير موقع تخزيني داخل الذاكرة وأقول له سمي لي X، فصار عندي بهذا الشكل. فأنا لما بقول له الآن CNX معناته بطلب مني هون أدخل قيمة، وبالتالي أنا ممكن أقول له دخل لي قيمة مثلا هون، أقول له قيمة 3. فبالتالي أنا لما أقول له CNX أنا بعطيني بستنى على أساس أدخل قيمة X، فإذا دخلت 3 بحطها وين؟ في داخل الموقع داخل الذاكرة اللي اسمه X، فصارت قيمة X 3. هلا انتجر اي انتجر جي نفس الشيء، بعرف مواقع تخزينيه داخل الذاكره، واحد اسمه اي وواحد اسمه جي، وبدخل قيمه لاي وبدخل جي قيمه لجي. ممكن اكتبهم بجمله واحده هدول، بدل ما احطهم في جملتين مختلفات ممكن اقول له سي ان اي اكستراكت جي، وبالتالي بهذا الشكل بدخلهم دفعه واحده في جمله واحده. أو لما بقول له كاركتر A كاركتر B كاركتر C، لما بقول له CNA CB بهذا الشكل معناته دخل قيمة ل A و C و B بنفس الطريقة. هلا بدنا نشوف بعض الايرورز اللي ممكن تكون موجوده في داخل هذا البرنامج. اول شيء نشوف الجمله الاولى integer i comma j، فيش فيها مشكله. cn فراغ greater than فراغ j بصيرش، هذه غلط. ليش؟ لانه لا يجوز ان يكون فيها فراغ بين الاولى والثانيه، يعني لازم تقول له بهذا الشكل cn، طلع كيف ورا بعض j. ما بصير يكون هنا في فراغ، هذا فراغ هون بين اثنين، طلع هون وطلع هون. طيب هون شو المشكلة في الجملة اللي بعدها؟ هنا cn greater than i. هلا شو المشكلة؟ هذه غلط. ليش؟ لأنه بدت في سي كابيتال ولا يجوز، ماشي، لا يجوز أن تكون في كابيتال، لا يجوز أن تكون كابيتال، وبالتالي هون لازم تكون سي ان greater than i. ما بصير سي تكون كابيتال لتر، غلط، لانه احنا قلنا عن السي بلس بلس اذا كيس سنسيتيف بتفرق بين الكابيتال لتر والسمول لتر. طلع هون برضو غلط. ليش غلط هاد؟ لانه بصيرش تقول كوما، هذه غلط. ليش؟ لأنه هذه لازم تكون بهذا الشكل cn greater than i greater than j بتقول مثلا. ما بصير انك تحط كوما بين ال i وال j، لازم تكون extraction operator. طيب هنا شو cn k، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. ولا في مشكلة؟ في مشكلة. ليش؟ مين بيقول لي ليش؟ لأنه هون في كي
اوكي مش معرفة، لازم تعرفها هون، ماشي؟ لازم تعرفها، otherwise بيطلع عليه بيطلع على غلط. فاذا هون هذه error. ليش؟ لانه error k must be declared. لازم تعملها declaration. طبعا بنعرف كيف نعمل declaration، لازم نحطها من كله integer k مثلا، نعرفها as integer k. طب هون cn character، هون غلط طبعا، بصيرش كله بهذا الشكل، لازم تكون variable لما بتدخلها هون. فاذا الصح لازم كله مثلا cn على سبيل المثال كله جي، لما ما بصير تقول بكاركتر ككاركتر. او هون نفس الشيء، هذه غلط، نفس الطريقه. ليه ما بصير دبل كوت؟ ما بصير تستخدم قبل دبل كوت از كاركتر تدخلها. كذلك هون نفس الشيء، احنا كنا لازم تكون متغير، بصيرش تقول سي ان 3.1، غلط هذا، لازم تكون فيريبل، بصيرش تقول 3.1، غلط. ماشي؟ طيب اوكي، اذا لو بدي اكتب برنامج الان لازم احط هون هذه الانكلود بهذا الشكل، الايو ستريم والانتجر مين لازم تكون موجوده، بقول له انتجر اي، بقول له سي اوت بليز انتر ان انتجر فاليو. هنا بدي اياه يكتب على الشاشه بليز انتر ان انتجر فاليو، يعني افترض هذه الشاشه هون، فبالتالي لما تقول له سي اوت بليز انتر ان انتجر فاليو راح يقول لك بليز انتر ان انتجر فاليو نقطتين ووقف. لما تقول له سي ان اي وقف المؤشر هون، فانت بتدخل له 702. لما تقول له سي او ذا فاليو يو انترد از، راح يطبع لك ذا فاليو يو انتر از، وبعدين اي بيطبع لك 702 اللي دخلتها. اند اتس دبل از اي في 2، اند اتس دبل از 1404، ضربها ب 2، 702 ضرب 2. وسلاش ان لانتقل للسطر اللي بعده، لانه هون بين السي اوت هاي والسي اوت اللي هاي ما اعطيت فراغ، فبالتالي بضل مكمل وراه. راح نيجي لهذا الموضوع. You can also use cn to request more than one data input from the user. يعني بتقدر تقول له cn a و b، دخلت قيمة a و b، هاي كأنك قلت له cn a و cn b، وبالتالي سواء عملت هذه الجملة بهذا الشكل أو بهذا الشكل بدك أنت تدخل قيمتين. طبعا أنت المفروض لما بدخل قيمتين المفروض تعطي blank or a space أو a new line وما شابه بين القيم المعطاة. طبعا نفس الشيء اللي used to output statement cout argument 1 argument 2 argument n، وبالتالي انت بتطبع القيم argument 1 و argument 2 argument n، ممكن تكون variable، ممكن تكون constant، ممكن تكون any expression يعني mathematical expression، ممكن تقول له x plus 1 الارجمنت هاي. كيف يعني؟ لما تقول له integer a equal 4 و b equal 7 و character c equal d، اذا عرفت المتغيرات انت في داخل الذاكره
لو اعتبرنا هاي هي الذاكرة، وهذه هي A، وهاي B، وهاي C، هاي A، هاي B، هاي C، بهذا الشكل. لما تقول له A تساوي 4، إذا هنا صارت 4. لما تقول له B تساوي 7، هاي B 7. لما تقول C تساوي D، هاي D، بهذا الشكل. هلا لما تقول له C out 4، راح يطبع لك القيمة 4. ماشي. لما تقول له سي اوت A، المتغير A قيمته قديش؟ 4، فراح يطبع لك 4 طبعا. لما تقول له سي اوت B، المتغير B قيمة المتغير B بدك تطبعها، متغير B قديش؟ 7، فبيطبع لك 7. سي اوت AB راح يطبع لك A الـ4 والB الـ7، بيطبع لك 4 7، يعني 47 طبعا. سي اوت الكاركتر C بيطبع لك C، لكن سي اوت سي المتغير سي قديش قيمته؟ دي، فراح يطبع لك دي، يعني سي قيمتها دي، لكن هون كاركتر بدك تطبعها. سي اوت اي، اي قديش؟ 4. اند لاين، اند لاين هاي معناته ينتقل للسطر اللي بعده، فبيطبع لك 4، بعدين بينتقل للسطر اللي بعده وبيطبع لك 7. أو C out A backslash N، backslash N between inverted comma، هاي معناتها new line، يعني روح للسطر اللي بعده واطبع B، فبيطبع لك 4 وبعدين 7. يعني هاي وهاي نفس الحاجة، طلع هاي وهاي نفس الحاجة، سواء استخدمت backslash N أو end line معناتها كلها new line، يعني بدك تروح للسطر التالي. لما تقول له سي اوت A equal، بيطبع لك هذه A equal، بعدين قيمة A اللي هي 4، فبيطبع لك A equal 4. نفس الشيء سي اوت A equal، بيطبع لك إياها و A اللي هي 4، فبيطبع لك A equal 4 و B equal بيطبع، بعدين B 7. لو قلت له بهذا الشكل C out double quote AB backslash NC، هلا backslash N لو اجت بينهم هون هاي معناتها new line، فشو بعمل؟ بطبع A و B character as a character، وبروح على السطر اللي بعده، وبروح على السطر اللي بعده، ماشي، بروح على السطر اللي بعده. اوكي طيب، سي اوت اي بي اند لاين سي، هاي شو بعمل لك؟ بيطبع لك نفسها، يعني الاند لاين هون اعتبرها ككاركتر اند لاين، مش مثل باك سلاش ان. باك سلاش ان بروح للاند اوف لاين، بروح لسطر جديد، لكن اند لاين مثل السابق لا، هون اعتبرها ككاركتر عادي، فبيطبع لك اياها عادي. لما تقول له سي اوت 2 زائد 4، بيطبع لك مجموعهم 6. لما تقول له انتجر اكس تساوي 8، سي اوت انسرشن اكس بلس الكل على 2، فاكس 8 زائد 2 10، على 2 بيطبع لك 5.
لو قلت له سي اوت دبل كوتد اكس بلس 2 الكل على 2 وسكرتهم دبل كود، هاي بيطبع لك هذا ما هو بين الدبل كود كما هي، فبيطبع لك اكس بلس 2 الكل على 2، يعني ما بيطبع لك قيمتهم، بيطبع لك اياهم هم كسترينج. هلا لو قلت له سي اوت سنجل كود بتوين سنجل كود اكس بلس 2 الكل على 2، بعطيك عليها غلط لانه ما بجوز، هاي بس بستخدمها لما يكون في سنجل كاركتر. مفهوم لحد هون؟ اوكي هلا نشوف نكتب برنامج. Write a program to read three integer values and print them in reverse. يعني على سبيل المثال أنا بدي أدخل ثلاث قيم اللي هي 10 و20 و30 وأطبعهم 30 20 10. فبدي برنامج يعمل هذا الشيء. أول شيء لازم بما إنه بدي أدخل وبدي أطبع قيم معناته في الـ IO stream لازم نكتبها include IO stream، فبقول له hashed include الـ IO stream. void main بقول له أنا 3 values بدي ثلاث متغيرات أحطهم اللي هي integer x y و z، فبقول له see out input the 3 values، بيظهر لي على الشاشة المسج اللي هي input 3 values، بعدين بقول له cn x y و z ادخل لي قيمة x و y و z، فبحطهم بدخل القيمة بدخله القيمة الأولى بحطها في x، هو القيمة الثانية بحطها في y و z بحطها في y وقيمة الثالثة في z، فبقول له see out the values are z y و x، بيطبع لي اياهم بالعكس. يعني ده انا دخلت الاكس والواي والزد طبعتهم زد واي اكس. write a program to read three letters word and print it in reverse. for example input three letter word علي مكون من ثلاثة كاركتر. هلا ثلاثة كاركتر اللي هي A والL والI بدي اكتبهم بالعكس ILA، فأنا بدي أخزن الكاركتر الأولى في متغير، الكاركتر الثاني في متغير، الكاركتر الثالث متغير، معناته أنا بدي أدخل علي في ثلاث متغيرات، معناته بدي أستخدم include IO stream void main. طلع هدول كل البرامج إذا لاحظتهم لحد الآن كلهم نفس الإشي أول جملتين، بعدين بقول له كاركتر الإكس والواي والزد، بقول له see out input three letter word اللي هي c and x y و z. see out the reverse is بكتبهم بالعكس z y x، نفس الارقام بس عكستهم، بس بدل ما اكون ارقام حطيتهم characters. مثال اخر write a program to print a square of asterisks. بدي مربع اعمل، برسم رسم يعني ما دام انه بدي اطبع طبيعه مثل هيك، شو بيعناته؟ انا بحاجه ل سي اوت ستيتمنت، فانكلود اي او ستريم وفويد مين سي اوت، بحط اربع ستارز اند لاين مشان ينتقل للسطر اللي بعده. سي اوت بحط اول شيء استريك، بعمل فراغين وبعدين استريك، برد بعدين انتقال استريك فراغين وهكذا، بعدين بسكر راح يطبع لي مربع بهذا الشكل. سواء استخدمتها اند لاين او قلت له سي اوت اربع استريكس بعدين سلاش ان باك سلاش ان نفس الشيء، يعني الاند لاين والباك سلاش ان نفس الحاجه. لو بدي استخدم بروجرام تو برنت ا تريانجل وباستك ا تريانجل نفس الطريقه، برسم رسم يعني بالسي اوت، طلع هون عملت قديش انا بدي اعمل قاعده من اربع فراغات، فبعمل سي اوت بعمل ثلاث فراغات واكس، بعدين فراغين وبعدين دبل استريك، بعدين فراغ
3 asterisks بعدين 4 asterisks out. فأنا المهم كيف بدي أنتقل كل مرة للسطر اللي بعده بستخدم الـ inline. كيف بدي أطبع اسمي داخل ريكتانجل؟ بقدر أقوله سي أوت وبحط داشز إن لاين سي أوت، بعمل لاين علي لاين إن لاين سي أوت وبسكرها. يعني عمليا أنا بس استخدمت السي أوت بهذا الشكل. طبعا هنا كيف بدي أدخل ثلاث قيم وأوجد المجموع والبرودكت والأفريج. يعني دخلت ثلاث قيم 10 20 30، بدي أوجد مجموعهم، بدي أوجد حاصل ضربهم، بدي أوجد معدلهم. طبعا المجموع اللي بدي استخدم الزائد، فأنا شو بدي أكله؟ طبعا include الIO stream using namespace std راح نشوفها، والvoid main هدول لازم يكونهم في أي برنامج بتستخدمه. فانتجر x والy والz الأساس بدي أدخل ثلاث قيم، cout input 3 values cnx y z. فبعدين بقول له cout x plus، بدي اطبع قيمة x وحط بعدها plus y، بحط الكاركتر plus وبطبع z يساوي x plus y ولا z، بيطلع لي مجموعهم. يعني بيطبع لي اياها كأنه 10 زائد 20 زائد 30 تساوي 60. ولو حاصل الضرب نفس الشيء، x multiply by y نفس الشيء، x multiply by y by z. لو الافريج نفس الشيء، الافريج كيف بدك تستخدمها؟ x plus y plus z الكل على 3 بيطبع لك اياه. اذا عرفنا كيف الان نعرف المتغيرات، كيف ندخل بيانات، وكيف نطلع نتائج. يعطيكم العافية وشكرا.
سنكمل الآن عن decision structure، يعني كيف بدي أمثل في داخل الفلو chart اتخاذ القرار، بمعنى ما هي نتيجة جملة الإف statement إذا كان فإن. إذا the expression A greater than B is a logical expression، ولما بقول logical expression يعني ذلك إنه جوابها بده يكون يا true يا false. فهل A أكبر من B؟ يا نعم يا لا. So في logical expression هي condition that we want to test. So if A greater than B is true يعني means that A is greater than B, we take action on the left. I mean, print the value of A. If it is false, I mean, if A greater than B is false, we take the action on the right, print the value of B. فكيف ممكن نعمل هذه العملية؟ إذن أقدر أمثلها بهذا الشكل. Is A greater than B? فإذا yes, print A. With a no, print B. بهذا الشكل أنا بقدر أغير اتجاه الفلو, the direction of flow inside the flow chart. بقدر أغير اتجاه سير العمليات داخل الفلو chart. بمعنى أنا بدي كيف أنتقل من أجي لهون ولا لا أجي لهون؟ هل أطبع A ولا أطبع B؟ بتحدد عن طريق فحص فيما إذا كانت A أكبر من B. طبعاً if then else structure على سبيل المثال لما تقول if condition then true else false. هذه الستركتشر لل if then else statement بهذا الشكل. If A greater than B then print. Is A greater than B? إذا yes print A. Else print B. فإذا هذا بمثلها عن طريق if A greater than B then print A else print B بهذا الشكل. لو رجعنا للمثال السابق الذي تحدثنا عنه في إيجاد هل الطالب ناجح ولا راسب، ودخلنا بناء على علاماته الأربعة، فإحنا في الألغوريثم دخلنا أربع علامات وأوجدنا الجريد اللي هي عبارة عن مجموع العلامات على أربعة، وقلنا إذا كان الجريد أقل من 50 print fail، إذا لا print pass. فإذا بقدر أمثلها عن طريق الفلو chart، بدخل الأربع علامات بوجد الجريد، وهل الجريد أقل من 50؟ إذا yes print fail، إذا no print pass و stop. إذا relational operators اللي ممكن تكون في داخل ال condition اللي هي عبارة عن greater than, less than, equal, greater than or equal, less than or equal, not equal. هذول بنسميها relational operators. وممكن أحطهم داخل ال conditionality. Let us take another example. Write an algorithm that reads two values. يعني بدي أقرأ قيمتين. And determine the largest value and print the largest value with an identifying message. إذن بدي أدخل قيمتين وأوجد أكبر قيمة من بين هذول القيمتين. فالألغوريثم لهذه العملية إذن الانبوت هي عبارة الانبوت فاليو هي عبارة أول إشي بدي أدخل قيمتين. شو هن القيمتين؟ هن عبارة عن القيمة الأولى والقيمة الثانية. فإذا أنا كأنه دخلت هون
قيمه اولى وقيمه ثانيه. فبالتالي هذه الستيتمنت هي عباره عن this is read input، لانه في مثل هذه العمليه المفروض انا اوضح انه في عندي input statement، في عندنا input، لانه قلنا سابقا انه لازم يكون input في processing في output. هلا بدي ادخلت القيمتين if value 1 greater than value 2، اذا هاي عمليه processing بدي اجريها. اذا هون انا بقدر اقول انه هذه العمليه هي عمليه processing or computation or processing. اذا هل A value 1 اكبر من value 2؟ اذا yes حط الماكسيمم value 1، else حط الماكسيمم value. اذا بهذا الشكل قيمه الماكس هي عباره عن اكبر قيمه من بين القيمتين، وبالتالي بدي اطبع النتيجه this is the output. لما بقول له print the largest value is max، فهنا انا عملت عمليه طباعه للنتيجه. اذا هذا الالجوريثم اللي هي لايجاد اكبر قيمه من بين قيمتين وضحت فيه كيف بدي ادخل، كيف بدي اعالج، كيف بدي اخذ، وعن طريق ستيب باي ستيب. طيب هلا كيف بدي اعمل الفلو شارت لها؟ اذا بقوم بالعمليه كالتالي start input value 1 value 2، بقول is value 1 greater than value 2؟ اذا yes حط الماكس تساوي value 1، اذا no حط الماكس تساوي value 2، وفي الاخير بقول لك the largest value is max. اطبع لي اياهم وستوب. اذا هذا الفلو شارت وضح لي كيفيه اجراء العمليات. أنا لو بدي يعني أنفذ هاد على قيمتين، مثلا دخلت القيمة 5 والقيمة 7 ونشوف كيف بيشتغل. يعني value 1 سوري خلينا نقول بدنا ندخل value 1 equal 5 و value 2 equal 7. فأنا بقول له input value 1 value 2، إذا دخلت الخمسة والسبعة صارت value 1 قيمتها 5 و value 2 قيمتها 7. is value 1 greater than value 2؟ هل value 1 الخمسة أكبر من السبعة؟ إذا yes هي شو الجواب لازم يكون؟ no. إذا يس بدي يجي لهون، بس هي نو معناته بدي يجي لهون. فإذا بالتالي بده ماكس تساوي value 2، معناته الهون بدها تيجي إنه الماكس تساوي value 2 اللي هي قديش؟ 7 صارت. بيمشي بيجي للسهم بينتقل لهون print max the largest value، فراح يطبع لك the largest value is 7. راح يطبع لك النتيجة بهذا الشكل. بعدين بوقف. فإذا هذا الفلو شارت أنا مشيت بهذا الشكل بناء على المثال اللي أعطيته، لكن لو كانت القيم مختلفة يعني كانت بعكس ذلك، لو كانت الفاليو 1
خلينا نقول بهذا الشكل، هذه الفاليو بدل 5 صارت العكس 7 وهذيك 5، بمعنى لو انا خلينا نشوف لو كانت فاليو 1 7 وفاليو 2 5، is value 1 اكبر من value 2؟ yes، معناته بدي يجي لهون، بدي يجي لmax تساوي value 1 وبيطبع largest اللي هي 7. draw a flow chart، مثال اخر، draw a flow chart which reflect the process of deciding whether a student has passed or failed. طبعا حكينا عنه سابقا ومثلنا هذه العملية، انه هذه الارثمتيك اوبريشنز، اول شيء دخلنا 3 علامات جمعناهم وقسمناهم على 3 وطلعنا بناء عليه هل القيمة اكبر من 60 ولا لا. مثلا عندك طلاب في الجامعة 3 امتحانات، فبالتالي 3 امتحانات جمعتهم قسمتهم على 3 عشان اوجد الافريج، و اذا اكبر من 60 ناجح، اذا اكبر او يساوي 60 ناجح، اذا اقل لا فيل. وبالتالي الستارت انبوت ام 1 ام 2 ام 3 السم اجمعهم، الافريج سم على 3، هل الافريج اكبر او يساوي 60؟ يس باس، إذا نو بعمل فيل وإند. عن هذا البرنامج بهذا الشكل أو هذا الفلو شارت بهذا الشكل ممكن نحوله لبرنامج بالسي بلس بلس. بس هون بدي أعطيك فكرة كيف لغة السي بلس بلس وكيف ما أسهل الجملة لما بنتعامل لما نكتب الفلو شارت، ما أسهل كيفية كتابة برنامج بلغة السي بلس بلس. طلع طبعا هون أنا عندي الشغلة التالية. أولا في عندي هون اللي هي include والmain head، هدول headings للبرنامج دائما نكتبهم. طبعا هذه معناتها include IO stream. IO stream is a library، يعني برمجي، مكتبة برمجية فيها بعض الاقترانات التي يمكن أن نستخدمها في داخل برنامج السي بلس بلس. فهنا IO stream، IO for input output، يعني I for input O for output stream. وبالتالي في اقترانات الإدخال والإخراج في داخلها. وبالتالي أنا المفترض لما بدي أستخدم هذه الفانكشن ففي عندي two function ممكن استخدمها من الـ IO stream، اللي هي عبارة عن هنا اللي هي عبارة عن CM، والفانكشن الأخرى اللي هي Cout. فأنا في الـ IO stream بقدر استخدم الفانكشن اللي اسمها CM و Cout في داخل برنامج بلغة السي، لأنه CM للإدخال مشان اقول له اعطيني ادخل لي قيم، وسي اوت مشان اقول له اطلع لي قيمه. فالان هدول كانك انت بتقول له ستارت، يعني هنا خلينا نمثلها بالشكل انه انت حكيت له هون كانه بسم الله ستارت. هلا اي متغير بدك تستخدمه، لانه يعني احنا عندنا في الانبوت هون ام 1 وام 2 وام 3، ام 1 وام 2 وام 3 كنا هي عباره عن ميموري لوكيشنز، فلازم نعرفهم في داخل الميموري. كيف بعرفهم في داخل الميموري في خلال برنامج السي بلس بلس؟
على اعتبار انه قيم عدد حقيقي اعداد صحيحه، بالتالي بقول له انتجر طلع اي ان تي انتجر 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 معناتها اي ان تي معناتها انتجر انتجر عدد صحيح ام 1، ام 2، ام 3 معناته هاي الاعداد هي اعداد صحيحه. وكمان برضو انتجر عرفت المجموع الصم والافريج، لانه بدي اتعامل مع الصم اجمعهم واوجد الافريج، لانه انا بعرف الافريج هي عباره عن مجموع العلامات على عددها. لا كيف بدي ادخل القيم؟ معناته بدي استخدم السي ان، فبدي ادخل ام 1 وام 2 ام 3. طلع كيف كتب سي ام ام 1 ام 2 ام 3. هذه العمليه طلع كيف عملتها؟ عن طريق input M1, M2, M3 دخلتها في المواقع التخزينية اللي عرفتها هون باسم M1, M2, M3. بعدين جيت قلت sum تساوي M1 زائد M2 زائد 3. طلع هون عملناها نفس الجملة نفس الحاجة. بعدين جينا للأفريج قسمتهم صم المجموع على الأفريج متسلسلة، طلع جمعتهم بعدين أوجد الأفريج. بقدرش أوجد الأفريج بعدين أجمع. بعدين أجينا على القرار، جملة القرار if average أكبر أو يساوي 60 see out pass else see out fail. فطلع كيف عملية الترجمة، يعني احنا ترجمنا جملة جملة وبشكل مبسط لبرنامج بلغة السي. فإن إذا أنا عامل الفلو شارت وعرفت أكتبه بالطريقة الصحيحة سهل علي أكتب برنامج بلغة السي بلس بلس. Draw a flowchart which reflects the process of calculating the sum of five values. إذا أنا الهدف إنه شو عمله؟ Calculating the sum of five values. معناته لازم أدخل خمس قيم. فإذا الـ input هي الـ value. طب كيف بدي أجمعهم؟ أنا لو أعطيتك خمس قيم كيف تجمعهم؟ تأخذ القيمة الأولى، بعطيك القيمة الأولى، بعدين بعطيك القيمة الثانية، أنت شو بتعمل؟ تجمع الأولى زائد الثانية، وبصير عندك المجموع. بعطيك القيمة الثالثة، المجموع اللي عندك بتضيف له برضو القيمة الثالثة. بعطيك القيمة الرابعة، المجموع اللي صار عندك بتجمع له الرابعة، وهكذا. وبس أخلص بتعطيني الصم. إذا هذه العملية بتتم بهذا الشكل. إذا حددت الهدف، حددت الانبوت، حددت البروسيسنج، حددت الاوتبوت. أي عملية اناليسيس تحليل للمسألة، بمعنى كيف بدي أفكر في حل المسألة. إذا أنا لو بدي أعمل فلو شارت في مثل هذه الحالة، إذا أول إشي المفترض أقول إنه عندي مجموع صفر، لأنه أول إشي أنا بقول لك أوجد المجموع، معناته بتقول الآن المجموع صفر. خذ القيمة الأولى، معناته بدك تقول لي هاي القيمة الأولى. القيمة الأولى كيف؟ طب كيف بدك تقول القيمة الأولى؟ معناته بدك تعمل كأنه عداد يعدل لك 1 2 3 4 5. القيمة الأولى، القيمة الثانية، القيمة الثالثة، القيمة الرابعة، وهكذا. إذا في عداد بيعدل لك 1، 2، 3، 4، 5. فإذا بدي المجموع وبدي الكاونتر يعدد 1. فبسأله هل الكاونتر أقل أو يساوي 5؟ إذا أقل دخل لي القيمة، معناته صارت القيمة الأولى. لأنه الكاونتر 1، إذا input value 1. اجمع لي إياهم، 0 زائد
الفاليو الأولى اللي دخلتها. ضيف واحد للعداد ورد ارجع. الكاونتر أقل من 5، نعم. الاثنين أقل أو يساوي 5، برد بيجمع. برد دخل وبيجمع. بزيد واحد بصير 3. هل 3 أقل أو يساوي 5؟ نعم. ادخل قيمة واجمعها. رد زيد واحد للعداد صارت 4. هل 4 أقل أو يساوي 5؟ نعم. دخل القيمة الرابعة اجمعها، حطها في المجموع. ضيف واحد للكاونتر 5. هل 5 أقل أو يساوي 5؟ نعم. بدخلها بجمعها، بزيد للعداد واحد بصير 6. هل الكاونتر أقل أو يساوي 5؟ لا. معناته شو بدي أعمل؟ الأوتبوت للصم يطبع لك الناتج، ماشي، يطبع لك الصم اللي هي اللي بدي إياه وإند. هذه العملية طلع هنا عملت لوب، عدل لي من 1 لـ5، يعني 5 مرات كررت اللوب اللي هون. طبعا هذا الفلو شارت هو عمل لي عملية مجموع 5 قيم. هذا منطق حل المسألة. فأنا لو بدي أكتب ال C++ بروجرام في مثل هذه الحالة، بقول له طبعا include IO stream void main. أنا المتغيرات اللي مستخدمها في داخل البرنامج اللي هي sum والcounter، ماشي، sum والcounter وفي value، هذول الثلاث متغيرات. وبالتالي بدي أحجز لهم مواقع تخزينية، ولازم أحدد شو نوع البيانات اللي، فبقول له integer value comma sum comma count. هلا باجي sum تساوي 0 حطيتها، counter تساوي 1 حطيتها. هلا is counter less than or equal 5؟ بقدر اقول له while counter less than or equal than 5 اطبع لي القيمة. see out value هون، مش see out هون، عفوا، في هون مشكلة، هي لازم تكون عبارة عن cn، ماشي، on head مش see out، هنا لازم تكون cn. خلينا نكتبها بدلها، هون نكتب cn، لانه انا اذا اقل او يساوي بدي ادخل، بدي اجي لهون input value، فبدي اقول له cn الفاليو، cn الفاليو. الصم تساوي صم زائد فاليو، الفاليو اللي انا دخلتها هون، القيمة اللي دخلتها هون بدي اجمعها واضيف واحد للعداد اللي هي هذه الجملة. بضلوا عمل continue continue، بكمل لحتى يصير الكاونتر اكبر من 5، يعني صار 6، بيطلع من اللوب بيطبع لي الصم output للصم. طلع كيف البرنامج انا كتبته بالسي مقابل الفلوتشارت. بس هنا عمليا للتوضيح، لانه احنا ما دخلنا لسه بالسي بلس بلس، بس بدي ابين لك انه قديش العملية البرمجة سهلة اذا انت عملت الفلوتشارت. عملية ترجمة بس، فانا لازم اعرف كيف تنكتب الصم زيرو مثلا في داخل السي بلس بلس. سهل، نفس الطريقه تقريبا، الكاونتر الاز كذا وهكذا، كلها يعني جمل مباشره بامكاني اعمل عمليه كتابتها او ترجمتها. Draw a flow chart for finding the maximum value of 10 input values. يعني عندي 10 قيم، بدي أوجد أكبر قيمة من بين 10 قيم. إذا الهدف أو شو اللي بدي إياه أنا، إنه أوجد أكبر قيمة. شو اللي بدي أدخل؟ بدي أدخل values.
والفاليوز هذول عددهم قديش؟ 10. البروسيسنج اذا كومبيرنج تو فايند ذا ماكسيمم فاليو، بدي اعمل مقارنه بين القيم مشان اوجد الاكبر، والنتيجه اوتبوت ذا ماكسيمم فاليو. اذا عرفت شو الانبوت، شو البروسيسنج، شو الاوتبوت. فاذا الفلو شارت او اي لوجيك بدك تعمل لحل مساله لازم يكون في عندك الانبوت الاوتبوت البروسيسنج بهذا الشكل. بعدها بتبدا في عمليه كتابه الفلو شارت. اذا في مثل هذه الحاله انا بامكاني اقول له ستارت انبوت فاليو، دخلت القيمه الاولى اعتبرها هي الاكبر، لانه انا لما لو بدي افكر انا كيف بدي اوجد اكبر قيمه بين قيم، بين 10 قيم باخذ اول قيمه بقول هي الاكبر، بقارنها مع الثاني بشوف مين الاكبر، اذا الثاني اكبر بقول هي الاكبر، وبالثالثه اذا مش اكبر لا الرابع، إذا أكبر بحطها هي الأكبر، وهكذا لحتى أخلص العشر قيم. فإذا هذا اللوجيك بدي أعمله بفلو شارت، فبقول له input الفاليو حط لي إياها على أساس هي الأكبر، يعني أول قيمة اعتبرتها هي الأكبر، واعتبار الكاونتر واحد لأنه أنا بديت في أول قيمة أخذتها، وبالتالي الأول قيمة صارت هي الأكبر. هلا بدي اقارن من القيم الثانيه معي لانه عندي 10 قيم، فإز كاونتر اقل او يساوي 10؟ اذا يس طبعا الكاونتر واحد يس، بدي ادخل القيمه الثانيه وقارن إز فاليو اكبر من ماكس. اذا الفاليو اكبر من ماكس معناته الماكس بدي اخليها تساوي الفاليو، اذا لا معناته زيد واحد للعداد. طبعا اذا الفاليو اكبر من ماكس بروح للماكس يساوي واحد، وبرضه زيد واحد للعداد ورد ارجع مشان تاخذ القيمه الثالثه، وبضل اقارن لحتى يصير الكاونتر 11، اذا مش اقل او يساوي نعم نو بيطبع لي الا. اذا هذه العمليه لو بدي اترجمها لبرنامج، طبعا انا المتغيرات اللي عندي الفاليو الماكس الكاونتر هذول القيم اللي او المتغيرات اللي مستخدمها في داخل الفلو شارت، فبعرف انتجر فاليو كوما ماكس كاونت، وبدخل سي سي ان، عفوا هنا انا مش عارف ليش مستخدم ال هون، هذه عبارة عن مش سي اوت هي سي ان، سي ان سي ان فاليو، لانه بدي ادخل مش بدي اطبع، ما اصلا ما فيش شيء فيش قيمة لفاليو، فسي ان فاليو الماكس تساوي فاليو، حطيت القيمة الأولى هي الأكبر، عزيد واحد للعداد طلع كيف ترجمتها، while counter less than or equal 10 cn، هون برضو cn هنا لازم تكون بهذا الشكل cn الفاليو، ماشي cn الفاليو if value، طبعا هون هلا cn value دخلت هون is value اكبر من maximum، اذا yes بحط الماكسيمم تساوي value، كاونتر تساوي كاونتر زائد واحد،
وكونتينيو، بيضلوا يكمل لحتى يصير الكاونتر اقل اكبر من 10، بيطلع بيطبع لي الاوتبوت the maximum is الماكس. يعني بس هنا بدي افرجيك في البرمجه عمليه كتابه الكود سهله اذا انا عارف كيف بدي احل المساله. فطلع كيف حلينا المساله عن طريق الفلوتشارت، كيف ترجمناها كل شيء لشيء سهل ما دام بعرف انه في جمله اسمها وايل في داخل السي، بقدر استخدمها بدل الكونديشن هون مشان اعمل لوب، اذا سهله علي كيف اعملها. وبالتالي عمليه البرمجه سهله في حاله انك عرفت كيف حل المساله بشكل معين. طبعا هنا شفنا كيف نوجد اكبر قيمه من بين قيمتين، برضو الالجوريثم شفنا كيف انكتب وشفنا كيف تنحل في الامثله السابقه. هلا النستد اف ستيتمنت، one of the alternative with an if then else statement، يعني لانه if within an if statement. مثلا لما تقول write an algorithm that read three numbers and print the value of the largest number. أنا هناك قارنت ما بين عددين، كانت if statement، if هذه أكبر من هاي then. طب في حالة لما تكون ثلاث قيم كيف بدي أعمل هذه العملية؟ إذا بدي أدخل الألغوريثم لمثل هذه الحالة، ده كله input n1 n2 n3 وكله step 2 if n اكبر من n1 اكبر من n2 then if n1 اكبر من n3 then الماكسيمم تساوي n1. يعني هون هذه if within an if نسميها nested متداخله، if داخل if، لانه انا اذا n1 اكبر من n2 معناته n1 هي الاكبر، معناته لازم اقارنها ب n3، ف if n1 اكبر من n3 then الماكسيمم n1، إذا لا يعني N1 مش أكبر من N3 و N1 هي أكبر من N2 معناته N3 هي الأكبر، معناته max تساوي N3. إذا انتهت هذه الـ F لهون، يعني هذه الـ F ماشي، هذه الـ F بهذا الشكل داخل الاف الاولى، داخل جواب الشرط then. يعني هلا في else if كذا else else اذا لا، يعني n1 مش اكبر من n2 لانه هذه الاف if else لهاي، هذه الاف مع الelse هذه ماشي، هذه الاف والالس هاد، بينما الاف هاد هذه الالس تبعتها. فاذا اف ان اف ان 1 اكبر من ان 2 مش اكبر من ان 2 معناته بدي يجي على الس هون، معناته ان 2 اكبر، معناته بدي اقارنها اف ان 2 اكبر من ان 3 اذا الماكس تساوي ان 2، اذا لا معناته N3 أكبر من N2 و N2 أكبر من N1 معناته max تساوي N3 and F، لأنه F had on had ال F مع ال else had. طبعا هذه عبارة عن بلوك لحالها هون، هذه مع الـ else ماشي. هذا فلو شارت بيبين لي كيف اعمل مقارنه بين ثلاث قيم، لانه بدي اخذ جميع الاحتمالات في مثل هذا.
طبعا لو بدي انا اعمل الفلو شارت في مثل هذا السؤال بدك تحل هذا السؤال، المفترض انك انت تعمله ما دام انك انت شفت هذا. خلي يعني حاول انت اعمل الفلو شارت لهذا السؤال، واذا في عندك مشكله بتقول لي. ماشي، هلا في عندك أمثلة مختلفة، أنا معطيك أمثلة أخرى بإمكانك تشوفهم، ويعطيكم العافية وإلى اللقاء في محاضرة أخرى.